استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي. وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. وقد قدم سمو الشيخ ناصر إلى جلالة الملك المفدى فرسان الفريق الملكي للقدرة، وذلك بمناسبة فوزهم ببطولة العالم للقدرة للناشئين والتي أقيمت منافساتها في جمهورية تشيلي مؤخرا، حيث حقق الفارس فهد الخاطري المركز الأول للفردي، فيما حقق الفريق الملكي المركز الأول على مستوى الفرق. وقد هنأهم جلالة الملك المفدى على تحقيقهم هذا الإنجاز التاريخي العالمي الكبير، والذي يضاف إلى الإنجازات المتوالية التي يحققها أبناء مملكة البحرين وشبابها الرياضي في مختلف السباقات والمنافسات الرياضية الإقليمية والعالمية. كما أثنى العاهل المفدى على المستويات الكبيرة التي قدمها فرسان الفريق الملكي وروحهم العالية في هذا السباق، والذي عكس التطور المستمر الذي تشهده رياضة القدرة البحرينية والتي حقق فرسانها على السنوات الماضية العديد من الإنجازات المتميزة. منوهت جلالته إلى أن الفوز بهذه البطولة جاء ليؤكد نجاح الخطط والبرامج التي وضعها الفريق الملكي بالاعتماد على تطوير قدرات الفرسان الناشئين ومنحهم الفرصة الكاملة عبر المشاركة في السباقات المختلفة بهدف اكسابهم المزيد من الخبرات لما يتمتع به هؤلاء الفرسان من حماسة كبيرة، الأمر الذي استحقوا من خلال هذه البطولة العالمية وتأكيد مكانة القدرة البحرينية. مؤكدا الملك المفدى أن مملكة البحرين لن تألو جهدا للنهوض والارتقاء بقدرات شبابها الرياضي وتهيئة أفضل السبل أمامهم من أجل تشريف وطنهم ورفع رايته عالية خفاقة في كل المحافل والمنتديات الشبابية والرياضية. وأشاد العاهل المفدى حفظه الله بهذه المناسبة بالجهود الطيبة والموفقة التي يوالي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تطوير رياضة القدرة، وبدور سموه في تنمية المواهب الرياضية الشابة وتهيئة أفضل السبل والإمكانيات أمام جميع الرياضيين ووضع الخطط والبرامج بهدف الارتقاء والنهوض بمختلف الألعاب الرياضية في المملكة، لكي تواصل المنتخبات الوطنية تقديم أفضل المستويات وتحقيق المراكز المتقدمة. مثنيا جلالته كذلك على جهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وإسهاماته المتواصلة في خدمة الرياضة البحرينية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله السباحة البحرينية الزين طارق جمعة بمناسبة مشاركتها في بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في مدينة غازان بروسيا الاتحادية مؤخرا. ونوه الملك المفدى بمشاركة السباحة الزين وتميزها وإبداعها في هذه البطولة وبما قدمته من جهد ومستوى نال إعجاب المشاركين باعتبارها أصغر سباحة تشارك في حدث من هذا المستوى، حيث عكست من خلال هذه المشاركة الصورة المشرفة والسمعة الطيبة لمملكة البحرين. مؤكدا جلالته أن هذه السباحة البحرينية هي مثال حي على حب وإخلاص أطفال المملكة لوطنهم الغالي، متمنيا جلالته لها كل التوفيق في مشاركاتها المستقبلية. وأعرب والد السباحة الزين عن خالص شكره وتقديره وامتنانه على تفضل جلالة الملك المفدى باستقبال الطفلة وتشجيعها على الاستمرار في تقديم المستوى المتميز في رياضة السباحة، مشيرا إلى أن السباحة حظيت باهتمام إعلامي كبير كونها أصغر سباحة في هذه البطولة. كما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمهما وتشجيعهما للسباحة الزين أثناء البطولة وبعد البطولة، كما أشاد باهتمام سموهما لجميع الرياضيين في مملكة البحرين.